الطفلة ريما هي طفلة راشدة فنانة تشكيلية لديها موهبة متميزة، وبدعم من والديها أصبحت مدربة في مجال الفن التشكيلي. ولمعرفة المزيد خلينا نروح إلى هذا التقرير مع زميلنا سليمان سليس. ريما الراشد أصغر مدربة تبنى والديها موهبتها ودعموها حتى أصبحت محترفة ومدربة في هذا المجال. بدايتي كنت أمسك الجلاس، قلت ودي أسوي شيء فيها، ما عندي كثير صور وكان ودي أحطها بغرفتي، ما عرفت كيف أسويها، فمسكت ورقة وطبعتها وسويت لاينز على الورقة ثانية وحطيت الجلاس فوقها وقعدت أرسم عليها. هذا الرسم غريب، ما شفت كثير ناس يسوونه يمارسونه، ولا عشان هو صعب بس حلو، عجبني وقلت أبي أجربه، جربته والحمد لله عجبني، وإن شاء الله أخلصه وأصير أرسم على أشياء كبيرة. الرسم له شيء غير من الأشياء الثانية، يعني الرسم يمديك تطلع فيها أشياء ما حد يقدر يشوفها. ويعتبر المرسم هو المكان الذي تجد ريما راحتها به. أول لوحة كانت عادية عندي بس هي تظل غالية لي. أول ما رسمتها كانت شوية صعبة علي عشان كانت أول مرة، حاولت وطلع شوية زين بس الحين صرت أعرف أسوي أحسن. أنصحهم إن لازم تدورون شيء أنتم تحبونه مخصوص لك وإن أنت يعجبك، لا تسمع أي أحد لو قال لك مو بزين لك، إذا أنت اسمع لنفسك وإذا مرة عجبك كمل. بالإصرار والعزيمة ودعم والديها استطاعت ريما تحقيق جزء من حلمها.